وقاتلوهم وقاتلوهم، يخزهم الله بأيديكم ويشفي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. أنا يأسفني أولا، وأنتم وأنت تعرفني بأنني صريح في قولي وفي مواقفي، وعلى هذا آمل أن تتحملوا صراحتي، ليس من أجل شيء، ليس دفاعا عن صدام حسين. صدام حسين المهم، العراق يبقى عزيز، والأمة العربية تبقى رافعة راسها بوجه الضم.